استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقيادة العامة سعادة الجنرال نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق وذلك بحضور سعادة الفريق الركن دياب بن سجر النعيم رئيس هيئة الأركان في بداية اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بسعادة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة جمهوريه باكستان الاسلاميه الصديقه والوفد المرافق له مشيدا معاليه بعمق علاقات الصداقه المتميزه التي تربط مملكه البحرين وجمهوريه باكستان الاسلاميه وسبل تطورها على مختلف الاصعده خاصه فيما يتعلق بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين